بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لازلنا أحبابي في قصص القرآن الكريم، وقصتنا اليوم هي قصة جميلة منتشرة في جميع القرآن الكريم، قصة أحد الأنبياء والمرسلين من أولي العزم من الرسل، وكان يلقب بخليل الرحمن. هل عرفتم من هو؟ من هو يا أنس؟ إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم عليه السلام. قصة إبراهيم عليه السلام قصة عجيبة يا شباب، فيها ابتلاءات كثيرة. قال الله تعالى في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الابتلاء يا شباب، كلما زادت مرتبة العبد عند ربه زاد الابتلاء عليها. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشدكم ابتلاء من؟ الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ثم الأدنى فالأدنى. كل ما كان الإنسان مقرب من الله، الله عز وجل يختبره، يبتليه، يختبره. فإبراهيم رب العالمين اختبره بأشياء كثيرة، رح يبين معانا الآن اختبارات إبراهيم عليه السلام. أتمهن، يشهد الله عز وجل أنه أتم هذه الاختبارات. ما معنى أتمها؟ فعلها كاملة دون نقص. إبراهيم يا شباب ولد في مدينة اسمها بابل في العراق، مدينة بابل في العراق. ولد لأبوين، والده كان نحاتاً. شو معنى نحات؟ يصنع تماثيل. يصنع تماثيل، نحات، ينحت الأشياء، المنحوتات، الأشياء الزخرفة الجميلة. فكان نحاتا، وكان أهل بابل كفار يعبدون من؟ الأصنام، الكواكب، الشمس، القمر، النجوم، عبادات مختلفة غريبة، وكانوا كلهم يعبدون هذه الآلهة. نعم. ويعبدون أيضا النمرود. نعم، ويعبدون ملك، صحيح يا محمد، اسمه النمرود. القصة تبدأ في بيت إبراهيم. ولد هذا الغلام، أبوه اسمه آزر، يصنع الأصنام من حجارة، من خشب، ويبيعها للناس، ويطلق عليها الأسامي أيضا، يعني هو من يسميها بأسمائها. إبراهيم كبر، بدأ يعني يفهم الأمور، 3 سنوات، 4 سنوات، يدخل إلى مصنع أبيه، المكان الذي يصنع فيه الأصنام، يعني يضحك، يستهزئ بأصنامهم، وكيف أن أباه يعني يقدس هذا الصنم ويضعه في المكان المخصص، وهذا التمثال، ويأتيه أناس فيشتروا هذه الأصنام ويقدسونها ويحملونها بكل احترام وتقدير. إبراهيم يضحك، فيأتي إلى الصنم أو التمثال، يدفعه بيده فيقع على الأرض. يضحك إبراهيم، يأتي أبوه: ماذا تفعل يا ولدي؟ هذا إلهنا. أي إله؟ إله لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، كيف يكون إله؟ كيف تطلب منه العون وهو لا يستطيع أن يدافع عن نفسه؟ سنفهم بعد قليل أمور كثيرة. كبر إبراهيم، بدأ يخرج بين الناس ويقول لهم: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. معقول عقولكم بتفكر لليوم أن هذه الآلهة تضر وتنفع؟ فكانوا كلهم يعني أصبح الأهالي يقولون: لا تتكلموا مع هذا الولد، إنه يسب أصنامنا، يتكلم على أصنامنا، على آلهتنا، لا تتكلموا معه. فإبراهيم كل ما صح له أو كلما يعني شعر أن هناك ممكن أن يتكلم مع الناس فيتكلم معه، إلى أن وصل يوم من الأيام مناقشة ومناظرة بينه وبين أبيه. أبوه غضب منه غضبا شديدا وأراد أن يطرده من البيت. تأتي أمه فتستشفع له. كم كان عمره؟ يده 15 سنة.
كل هذا الذكاء والفهم عند هذا الرجل أو هذا الشاب الجميل إبراهيم عليه السلام قبل أن يكون نبيا، ولكن الله أعطاه العقل فبدأ يفكر، بدأ ينظر. جلس مع أبيه يوما قال: يا أبتي، يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي، شوفوا انتبهوا شباب، يتكلم مع أبيه أكثر من آية كلهم: يا أبتي، يا أبتي، باحترام بتقدير: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي، يا كل هذه الكلمات يتكلمها إبراهيم، فكان يناقش أباه بأدب واحترام، باحترام شديد. حتى لو كنت أنا مخالف لوالدي بالعقيدة، بالنظرية التي أناقشها أنا ووالدي، لا أخرج عن الاحترام للوالد، للوالدة، لا أرفع صوتي عليهما أبدا مهما كلف الأمر. وهذا شأن الإنسان المؤمن العاقل صاحب العقل. لذلك قال الله عز وجل في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هنا الأب: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ آخر كلام عندك، لن ترجع إلى عبادة الأصنام؟ قال: أنا ما عبدتها حتى أرجع إليها، أنا منذ صغري لم أقتنع بها ولم أعبد الأصنام. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك، لأضربنك بالحجارة وهجرني مليا، يا أما أضربك يا أما اطلع برا بيتي، مع السلامة. وخرج إبراهيم وحيدا ولم يتراجع عن مبادئه، عن دينه، عن عقيدته. عبادة الله مش شيء سهل يا شباب، شوفوا هي أول ابتلاء لإبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، بأشياء فأتمهن، أول ابتلاء ما تراجع عن عبادة الله وحده. وخرج إبراهيم وظل إبراهيم يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد، ولم يستجيبوا إليه. في يوم كان عندهم خروج إلى مكان زي العيد عندهم، مثل العيد، وكانوا يجتمعون، يتركوا الآلهة الأصنام في المعبد ويضعوا لها جميع الطعام، ما لذ وطاب من الأطعمة والأكل وما كل شيء جميل في هذا المعبد، ويخرجوا لعبادة الكواكب، يخرجون إليه. فخرج أهل المدينة: يلا إبراهيم، ما حتطلع معانا؟ لا، أنا مريض. هو مريض فعلا، إبراهيم ما كذب، هو مريض. أنت الآن في عندي مرض نفسي، حين أرى الناس كلهم عقولهم قد ذهبت، يعبدون أصناما، حجارة، خشب. يعني تخيل حالك أنت تدخل على البيت تلاقي أمك حاطة تمثال وجالسة تعبده وتقول له ارزقني وخلي ابني تقول عن أمك إيش؟ مجنونة. أي إنسان تدخل إلى أي مكان ترى شخص عنده إله، وين إلهك؟ والله هذا إلهي. ما بتعبد الله؟ لا، هذا إلهي. طب هذا الإله ممكن يقع ينكسر ويرجع بيصلحه، ماذا تقول عن، ماذا تقول يا غيث عن هذا الرجل الذي يعبد الصنم؟ مجنون، كيف يفعل ذلك؟ لا يغنيك ولا يضرك ولا يفعل لك شيئا ولا ينفعك. فإبراهيم ظل في البيت، خرج الجميع، وكان دائما يتوعد أنه لأكيدن أصنامكم، بدي أكسرهم. فلما خرجوا جميعا قام إبراهيم من فراشه الذي ادعى أنه مريض. نعم، أنا أتذكر سمعت، أنا قرأت كتاب عن قصة إبراهيم، هو جاب
اعتقد كان فأس، بعدها هو قعد اللي هو يكسر. صحيح صحيح، احسنت. نعم، في عيدة عن الذهب استقبل يعبد القمر ونمرود، ودخل الى قصر اسباح نمرود وحطم الحجاره كلها. صحيح. وترك صنما واحدا. نعم صحيح هذا الكلام. الان سنتكلم عن هذا الامر. المهم اخواني، لما خرجوا تأكد أنه لم يبقى أحد في المدينة، قام ولبس ملابسه وأخذ فأسا عظيما وذهب بها إلى المعبد. دخل معبد أصنام، هناك صنم كبير تمثال إله عظيم عندهم، أكبر واحد فيهم، والباقي كلهم صغار، لهم أسماء، هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، هون عشرة وهون عشرة، وفي الصدر الملك بتاعهم، يعني انه هذا الاله الاعظم الكبير. تخيل انه يعني كم اله عندهم. فدخل فدخل ووجد الطعام الجميل، اخذ الطعام واتى الى اولهم، تفضل كل، ما لكم لا تاكلون؟ ذكرت في شغل الصرفة. نعم، ما لكم لا تاكلون؟ صحيح. فأخذ الطعام وبدأ يأتي إلى كل صنم يحدثه فلا يجيبه، ما لكم لا تنطقون؟ لماذا لا تتكلم معي؟ يأخذ الفأس ويضربه ضربة قوية، ينزل الصنم ويتكسر حجارة. يأتي إلى الثاني، تأكل؟ تفضل كل، إنها لذيذة كلها، لماذا لا تأكل؟ ويأخذ الفأس ويضرب الثاني والثالث والرابع والخامس، حتى قضى عليهم إلا كبيرهم، الكبير اللي في الزاوية، وجاب الفأس حطه على كتفه وخرج وأغلق الباب وذهب إلى فراشه. رجعوا مساء بعد غياب الشمس، رجعوا من عبادة الكواكب، قالوا لنمر ونسلم على آلهتنا، نشوفهم نطمن عنهم على آلهتنا. فدخل ودخل وجدوا شيء عجيب، كل الآلهة وين؟ في الأرض، محطمة جذاذا صغار، يعني قطع صغيرة محطمة مكسرة. من فعل هذا بآلهتنا؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ فقالوا كنا نسمع شخص يقال له إبراهيم، يستصغرون من شأنه، يقال له إبراهيم، كان يذكرهم بسوء، يقول هدول هؤلاء ليسوا آلهة، أحضروا. فأحضروا إبراهيم، كبلوا مقيد إيديه ورجليه، جابوا وقف بكل قوة إيمان ويقين، قالوا له من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال فعله كبير. فاسألوا إن كانوا ينطقون، اسألوهم، تستهزئ بنا أنت الآن، تتمسخر علينا، لنحرقنه، حرقوه وانصروا آلهتكم. وفعلا بدأوا يضعوا النار ويجمعوا الحطب من كل مكان، رقوا فترة طويلة يجمعون الحطب، بدهم يحرقوا إبراهيم، كيف يتجرأ على آلهتنا؟ قال حتى يروي ابن كثير في التاريخ، يقول حتى أن المرأة كانت تقول إن شافتني الآلهة أو إن شفيت من مرضي لأجمعن الحطب لحرق إبراهيم. تخيلوا كيف كانوا يعني يريدون حرق إبراهيم بهذه الطريقة. وفعلا أشعلوا النار حتى التهبت النار، وبدأ الطائر لو مر من فوق النار ينشوي وينزل من اللهب. أرادوا أن يدخلوا إبراهيم إلى النار. شوفوا هون بقى القصة تبدأ، يجوا اثنين من الجنود يأتون يمسكوه من اليمين واليسار، يريدون أن يأخذوه ويرموه في النار، والناس كلها تنادي نريده في وسط النار، نريده في وسط النار. طيب في وسط النار كيف لنا ذلك؟ الجنود تقترب من لهب النار، يرجعون يقولون
لا نستطيع. فأتوا بالمنجنيق. المنجنيق آلة حربية تستخدم في فتح القلاع إذا أغلقت عليهم القلعة، لا يستطيعون أن يضربوها من الخارج. ماذا يفعلون؟ يأتوا بالمنجنيق، يضعون فيه كرات النار والحجر والكذا ويضربوها فتذهب بعيدا وتنزل داخل القلعة. عرفتم المنجنيق؟ يقطعون الحبل فينطلق الموجود داخلها. فوضعوا من إبراهيم مكبل، حطوه في المنجنيق مكان الحجرة، وقطعوا الحبل فطار إبراهيم. طيب، الله عز وجل ألم ينصر نبيه؟ الملائكة، جبريل، الملائكة الكرام، يا رب عبدك وخليلك هذا الشاب الذي يدعو إلى عبادتك وحدك تتركه يحترق في النار، النار تلتهب. قال اسألوه إن كان له حاجة. ذهب جبريل وهو يطير في الهواء، يا إبراهيم ألك حاجة؟ إبراهيم مبسوط، قال منك لا، إذا الحاجة عندك أنا لا أريدها. طيب من الله بدك شيء؟ من الله؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، الله هو شايفني وعارف. ولكن ماذا كان يقول وهو في الهواء؟ حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا هالكلمة، حسبي الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل الكريم قبل ما يوصل، يستعد إبراهيم للنزول في النار عشان يحترق، بدأ اللهب يأتي إليه، يا نار كوني بردا. شعر إبراهيم بالتجمد، وسلاما على إبراهيم. نزل إبراهيم ما احترق منه غير الحبل، الحبل المربوط فيه، وجلس إبراهيم داخل النار. كم يوم؟ 50 يوم، يقال 40 أو 50 يوم جلس في النار إبراهيم. أسعد أيام حياته كانت في النار، والناس تنظر مستغربين، ينظرون ماذا، ما هذا، ماذا يحصل لإبراهيم؟ تخيل لو قال الله عز وجل يا نار كوني بردا، ماذا يحصل؟ مين بيعرف؟ النار تصبح برد باردة. ولكن لو قال أليس هناك أناس يموتون من البرد؟ نعم، لمات من شدة البرد، صح يا محمد؟ نعم. الله قال للنار أن تكون باردا وسالما. أيوة، بردا وسلاما. شوف في توازن، الله عنده توازن. يا نار كوني بردا، لو قال بردا فقط لمات إبراهيم مش من نار، مات أيوة من شدة البرودة. طيب لو قال يا نار، بيسأل طالب سؤال، قاسم عنده سؤال، يقول طيب لو قال ربنا يا نار كوني سلاما على إبراهيم، ماذا يحصل؟ طبعا. ولكن أليس هناك أناس يا أصدقائي يحترقون ويخرجوا سالمين؟ لا. طيب فالله عز وجل ما أراده أن يحترق أبدا، لو قال يا نار كوني سلاما لخرج إبراهيم فيه بعض الحروق ولكنه سالما، ولو قال يا نار كوني بردا فقط ماذا كان يحصل؟ لمات إبراهيم من شدة البرد. ولكن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. شوفوا يا شباب، كل من ينظر بعين الله، كل من يعني يقف بصف الله عز وجل، لا تخف من أحد، كن مع الله ترى الله معك. إن شاء الله سنكمل في الحلقات القادمة من قصة إبراهيم عليه السلام وقصصه الباقية، كيف تزوج من سارة زوجته الأولى، وكيف يعني تعرض لعدة ابتلاءات، سنتكلم عنها في الحلقات القادمة إن شاء الله. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.